هذا كلهم في المحفل الماسوني مسجلين في الماسونية هذولا، لذلك ما عندهم لا وفاء ولا عهد لهذا الشعب اللي احتضنهم. حتى الثورة العربية الكبرى هذه اللي سووها تاريخ ان شاء الله انه احنا راح نمسحها، لانه تاريخ الاردن مش الثورة العربية الكبرى. السلطان عبد الحميد اللي ثاروا عليه ما باع فلسطين، ممكن كان عنده فساد حتى لا يساوي فساد الملك عبد الله وازرامه. تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر. وخير دليل انه ابوهم الملك طلال له مذكرات موجوده ننشرها فيها فضايع عنهم كلهم، زين وعيال زين. هذا الشعب شعب عظيم، ما راح يجرونا حثالي ماسونيين للدماء، بيحاولوا يضربوا الشعب ترى مع بعضه. الان بيحاولوا يضربوا على نغمة العدوان ومن العدوان مشان يسووا، لانه هم اصلا مربيين على يد الانجليز، والانجليز معروف سياستهم فرق تسل. في الموظفين المدنيين عندهم اجتماع بكرة في الريادي على الساعة 10 للمطالبة بحقوقهم، وبطلبوا مناصر متقاعدين المدنيين، وبطلبوا مناصرة الحراك ضمان ولا الكل؟ لا المدنيين بس الضمان لهم لحالهم، قاعد المدني، ويطلبوا مناصرة الحراك. طبعا ما بيخلى الامر انه اجزاء من المخابرات موجودين في كل مكان، لكن لن يكونوا بديل عن الحراك، وسيصبوا في بوتقة الحراك ان شاء الله. ان شاء الله انه المتقاعدين المدنيين سيكونوا مع هذا الحراك الساعة 10 في مركز ريادي، مش نقول مركز رانيا، رانيا هي عند عبد الله، مع ان انا ما لها عنها. تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر. يعيش الشعب الاردني العظيم، يعيش يعيش يعيش. مثل ما قال الامير حسن انه احنا ما بنمثل الشعب الاردني، هو مسمي حاله امير، هو راح العباره عنه بس بيعتبر حاله امير. لما اطلع في الوجوه انا بشوف انهم نخبه الاردن، مثقفين الاردن في هذا الحراك، لذلك هم متاذين. ولسه في خبايا راح تطلع اكبر من اللي شفتوها انا. يعني واحد من اعضاء السيد بينو بيقول لو يطلع الشعب الاردني على ما هو موجود عندنا بحرق الاردن دون ان يفكر على البلاوي الموجوده عندهم. بني هاني عبد الرزاق، بني هاني عبد الرزاق بني هاني يرحم والديك. ف الله معنا ان شاء الله، واحنا والله ذكر ابو سفيان انه المطر هذا المطر المطر مكرم الملك، ترجع له مكرم الملك. نعم. تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر.